استعمال ديال المواد العضوية وغير العضوية في المنازل ديالنا تؤدي إلى تراكم النفايات. هذا تراكم النفايات تستدعي أننا نحاول نعزلوا هاد النفايات حسب الأنواع ديالها. مثلا نعزلوا البلاستيك بوحده، الحاجة ديال الزاج نعزلوها بوحدها، نعزلوا بقايا الأكل اللي هي مواد عضوية بوحدها. من ضمن الحلول اللي يمكن نستخدموا فيها هاد النفايات، طبعا ممكن نستخدمها في انتاج السماد العضوي للكومبوستاج، يمكن استعمال بقايا النفايات في انتاج الميثان، ويمكن حرق النفايات من اجل الحصول على الطاقه. السلبيات ديال النفايات العضويه وغير العضويه متعدده، تتاثر على البيئه كموت الحيوانات، موت الاسماك، موت كائنات حيه متعدده، تتاثر على الصحه ديال الانسان، تقدر تسبب ليه مجموعه من الامراض، انخفاض في السياحة، عجز عن ممارسة العمل وهكذا.